ايش شوي يا ابني؟ ايش بقى عمو؟ عمو من شوي جوحش دام عندي وعطاني خمسة مزورة. ورجيني هلا شوف عمو. لا عمو ما فيها شيء، هي ما مزورة بس هي قديمة شوي. خلص راح اخذها انا واعطيك وحدة بدالة جديدة. سيك عمو. بس عمو هي ما مثلها، هذيك 5 ليرات، هي 100 ليرة. ايش فرقت؟ كله نفس الشيء. عمو هدول الاغراض كلهم شاط حقهم، انا بشتريهم منك. عمو هدول كلهم حقهم 25 ليرة. تمام عمو اتفقنا، راح اخذهم. تفضل عمو. لحظة عمو ارجع لك باقي. لا لا ترجع شيء. هدول حقهم 100 ليرة، أنت ما عرفت تحسبهم. طيب عمو الله يرزقك. الله يسلمك يا عمو. عمو ليش مالك لابس جواب؟ ليش بوطك مشقوق؟ والله يا عمو ما عندي غيره. رضا نعم بابا. تعال عندي نزيل ابني شوي. تعال نعم بابا. تمام هيك عمو؟ ايه تمام عمو الله يرزقك. عمو انت مين؟ مين يعني؟ انسان مثلي مثلك. لا عمو انت في جواتك سر. شلون يعني ابني ما فهمت عليك؟ في بقلبك خوف من الله، في بقلبك حنية، في بقلبك ايمان. عمو بتعرف الله شو عملت فيني انت؟ فرحت قلبي من جوا، يا عمري ما فرحت هيك فرحة، ولبست بوط جديد. عمو بس بدي منك طلب صغير. تفضل عمو. انا شفتك لما حطيت لي هدول مصاري بجيب جاكيت، وانا ما راح اقول لك ما بدي اياهم وما باخذ شيء من حدا، بس هلا هدول مو صاروا لي وانت اعطيتني اياهم؟ اي طبعا عمو. بدي اامنك
ثمانية تبعتهم لأخواتنا اللي قاعدين بالخيام، ما عندهم مكان يناموا فيه، وعم بيناموا على الواقف بالميات والطوافان. هدول صاروا أمانة برابتك، تفضل خدهم. حالا ما بحس بالفقير إلا الفقير، حسبي الله ونعم الوكيل. وصلت تمامك عن ربك، ما رح يضيع شيء. الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم، تكشف عنه قربة أو تقضي عنه دينا أو تطرد عنه جوعا. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله يفرح قلبك وتفرح بابنك مثل ما فرحتني هالفرحة. السلام عليكم عمو. Terima kasih kerana menonton video ini. Jika anda suka, jangan lupa like, share, komen dan subscribe channel ini.